يقال عنها صوت مصر، وهي ايضا صوت الصبا والشباب في كل مكان يعرف الحب ويتغنى بالحب. هي صوت الانسان حيثما كان، فيها عذوبة النيل وسحره، وفيها نبض العاطفة وانفعالاتها، وفيها دغدغة الدلال واسره. ايها السادة، الليلة مع الفنانة شادية. اهلا. اهلا بك. ايه في التقديم بتاعي اللي معنا فيه؟ لا يعني زودتها قوي يعني. انا بنفسي اتكسفت يعني. ليه؟ معرفش يعني، متهيألي ده زيادة عن اللزوم. ليه؟ مش فيها يعني، هي احلى حاجة عجبتني ان يعني بنت مصر، صوت مصر. يا ترى ادولك التسمية دي امتى وبعد ايه؟ ده بعد ما غنيت يا حبيبتي يا مصر. احنا كان في فترة ما كناش بنقول مصر خالص. فالناس كانت مشتاقة لاسم مصر فعلا، لان اسمه مصر حاجة. مش بس عشان كلمة مصر ميم صدره، علشان مصر نفسها كانت يعني اختفت وراء ستارة العذاب بعد 5 يونيو، مش كده؟ يعني الهزيمة كانها خلت مصر مش موجوده، مصر العظيمه الخالده. اه هو ده. فعشان كده لما عشان كده انا قلتها بالاحساس ده. يعني من قلبي، الاحساس كان طالع من قلبي. كلنا يعني بليغ واسمه حمزه. يعني كلمه مصر دي كانت وحشانه. كان الواحد بيقولها بشوق باشتياق يعني. يعني الكلمه والمعنى والحياه بتاعت مصر كلها. في الحقيقه كنت بتقوليها زي ما يكون بنتك الصغيره او ابنك او اكتر من كده، او كنت حاسه انها امي واخويا واختي وابني وبنتي يعني كل الاحاسيس دي كانت موجوده في كلمه يا حبيبتي يا مصر. هل انت عواطفك متدفقه جدا بالنسبه للناس اللي بيحيطوا بيكي؟ يعني بالنسبه لابوكي وامك واخوكي واختك وعيلتك وكده يعني؟ احنا كلنا نحب بعض يعني، اسرتنا كلنا نحب بعض. كلكم دي. هل فيكم حد فنان غيرك؟ لا يعني انا الفنانة، بس في واحدة بتنبأ لها، هي بنت اخويا. اي اسمها ناهد، عندها لسه 3 4 سنين. حقيقي بتغني بطريقة وباحساس وبتحفظ، وانا بحفظ الاغاني من وهي حافظاها قبل مني. وبتقول صح يعني، فدي اعتقد يعني بشوف نفسي فيها وانا صغيرة. طب ازاي هل انت بتقولي ما انتش من اسرة فنية؟ والبيئة اللي نشأت فيها هل كان لها علاقة بالفن بأي صورة من الصور؟ لا، هو بابا كان صوته حلو الحقيقة، وبعدين كان أما يجوا قرايبي ولا حاجة يقعدوا يغنوا، فصوته بابا واخدة صوتي من بابا الله يرحمه. لكن أنت أصل أجدادك إيه؟ أتراك؟ ماما. سمعت ماما أنا الحكاية. ماما تركية. ماما تركية. وباباكي؟ لا. بابا مصري. بابا. طيب مين أطلق عليك اسم شادية؟ الحقيقة أنا. يعني دي غريبة. ما هقول لك. كنا الاول هنسمي هدى. ايوه. وبعدين لقيته عادي يعني هدى. عايزه اسم غريب. وبعدين كنت عند واحده نعرفها قريبتنا كانت مخلفه لسه جديد، وبنتها سميها شاديه، فعجبني الاسم، كان اصله قليل، كان ما كانش فيه كتير. ايوه. فعجبني بقى كتير بعد ما ظهرتي. وبعدين اذا انت يعني ايه غيرته من هدى لشاديه؟ ده يعني حتى انا فاكره كنا كاتبين اول عقد اللي هو العقل في اجازه، كان اسمي فيه هدى. قبل ما وانا بشتغل في الفيلم اكتشفت الاسم ده، فقلت والنبي نغيره وخلي الشادي. بس ده اختيار ظريف جدا على فكره، لان انت عارفه ان الشاديه هي التي تشدو، والشد هو غناء الطيور يعني. فهل انت كنت حاسه انه في طير داخلك مثل انه عاوز يغني وكده؟ ايوه، كان جوايا بلبل. لا، وطلع فعلا وبقى بلبل غريب يعني، بس مش بلبل حيران. كنت هقول لك لسه حيران. هو لسه حيران؟ بلبل شريد. لا بسألك، هو لسه حيران؟ والله لسه. يفضل حيران. تملي، تملي طول ما الواحد عايش يبقى حيران، يبقى فيه قلق على طول. تملي الواحد عايز ايه، هعمل ايه، هشتغل، بيبقى قلقان، ما بيبقاش مرتاح. ده الفنان باستمرار يعني غالبا هو اللي بيبقى عنده القلق الفني ده. بالظبط. يعني انا عندي حفله بعد 1.5 شهر، حجنن عشان اغاني احفظها وبتاع، وكل ما يجي في بالي الحفله قلبي يروح اعمل كده من دلوقتي اتصور. بقالي كام سنه بتغني؟ بقالي كتير قوي. يعني بقت وقدم ما بلاش بقى، ما بلاش نقول كام سنه دي. لا عاوز اقول يعني، لانك بتقولي بخاف ولسه بعمل حساب وقلبي ما اعرفش. واخده بالك يعني بعد كل هذه السنوات وبعد ما غنيتي حوالي كام اغنيه؟ يمكن 500. يبقى ده حباين بقالي كام سنه بخاف. وانت دلوقتي في القمه؟ لا. لا
اصل اللي بيطلع القمه هيعمل هينزل بعدين. انا طول الوقت عايزه اطلع كده. يعني انت عايزه تقولي انك مقربه للقمه وشايفاه قدامك توصلي لها، لكن ما هو العبقري هو اللي بيطلع القمه ويستنى في القمه. لا صعب الواحد يستنى في القمه يعني خلاص، انما الواحد باستمرار كفايه هعمل وهعمل وهعمل، ده اللي بيبقى. طب برضه ما عرفتش اسمك، كان اسمك هدى ايه واصبح شادي؟ لا مش هو الاول اسمي، انا اسمي الحقيقي فاطمه. فاطمه ايه؟ فاطمه كمال شاكر. فاطمه كمال شاكر مولوده فين؟ في مصر هنا في الحلميه. في الحلميه؟ في القاهره. طيب ممكن تقولي لي ازاي دخلتي على عالم الغناء؟ والله اولا من صغري وانا بغني، يعني من صغري، يعني من ساعه ما كنت بتكلم كنت بغني. ازاي؟ ماما بتحكي لي كان يجوا اصحابهم وبتاع، واقف اغني وارقص وبتاع وحاجه، وكان يروح القناطر في الجنينه يقولوا الجنينه كانت تقف تتفرج عليا، وكتير يقول لها دي مش هتطلع طبيعيه ابدا بالجراءه دي. وبعدين كنت احب اغاني ليلى مراد قوي واقعد اغنيها وبتاع، بس كنت بخاف من بابا طبعا. مش زي ما يقولوا الاهل عرضوا، لا ما فيش حاجه منه، بس الواحد يعني كان خايف. جت صدفه كده، هو بابا سمع صوتي وكنت اخاف اغني قدامه، فنفس بابا انبسط من صوتي. نفس بابا انبسط، وبعدين يعني قلت نفسي اغني ونفسي امثل كله، لما لقى صوتي حلو بتاع شجعني الحياه، وبابا وقف جنب كتير قوي. في الفتره دي كنت بتسمعي ايه من اغاني ليلى مراد؟ ليلى مراد بتاع بتبصي لي كده ليه؟ ومين يشتري الورد مني؟ طب انت دلوقتي بتبصي لي كده ليه؟ تقولي يا ترى عندي سؤال ايه؟ اللي بعده ايه؟ اللي هي الاغاني بتاعت فيلم ليلى. ايوه كانت حلوه قوي الحقيقه. ايه رايك في ليلى مراد؟ يا سلام، فنانه عظيمه. عظيمه، ومحدش ينكر يعني الفتره بتاعتها دي كانت من احلى الفترات، الافلام الغنائيه الاستعراضيه وكل، لغايه دلوقتي احنا في التلفزيون ما بنشوف افلامها بنتجنن عليها. وبتسمع اغانيها اللي بقالها 20 سنه و25 سنه وعايشه، محدش ينكر انها فنانه. هل تعتبري انها رائده وملكه الاغنيه القصيره؟ طبعا مفيش شك. في رأيك يعني؟ مفيش شك. يعني هل انت سرتي على نفس الدرب يمكن بتاع ليلى مراد؟ يمكن انا بقى عشان حبيتها قوي فتأثرت بليلى مراد. اتأثرت بيها وبدأت بالاغاني القصيره السريعه يعني. طب انت قلت لي انه حوالي 500 اغنيه، كم فيلم تقريبا؟ يمكن 200. 200 فيلم؟ بس ده ثروه ضخمه جدا، انتاج هايل قوي. عشان زمان كنت بشتغل في افلام كتيره قوي، يعني في الشهر 3 افلام اكون بشتغل في 3 افلام. تعرف افلام بقى الاستعراضيه والخفيفه والحاجات دي، من استوديو لاستوديو يعني، في البيت يمكن اقعد 3 ساعات 4 ساعات. بس الافلام كانت بتتعمل بكثره مش زي دلوقتي. مش بيتكلموا على تحديد الناس؟ انت ناس كتير قوي. 500 اغنيه ومنها كتير قوي. طبعا مش انا اللي بقول كده، زمان غيرك من الفنانين والفنانات هم اللي بيقولوا بيطالبوكي بتحديد الناس، مش كده ولا ايه؟ طبعا. طب ايه اللون الفني اللي ما عملتيش لغايه دلوقتي وتتمني انك انت تعمليه؟ والله يعني اكذب عليك لو اقول لك، ما يعني عملت الوان كتيره قوي قوي يعني، انا اللي يهمني الجديد يعني، الدور يبقى جديد، ما كررش نفسي، ما كنتش عملت الدور ده قبل كده، ده بيبقى صعب، عشان كده قللت الافلام. يعني ما تلاقينيش تلاقي في السنه فيلمين او ثلاثه بالكثير. ايوه عشان بنقي الدور يبقى دور جديد عليا احبه، الروايه كلها تبقى كويسه. يا ترى الغنى هو اللي قادك الى التمثيل، ولا التمثيل قادك الى الغنى؟ لكن هو الاول. لا ابتديت الاثنين، انا بالنسبه لي الاثنين زي توأم. وبعدين ساعات بيحصل لي ايه، بمل الغنى، ما بلاقيش حاجه جديده، مفيش لحن جديد، اغنيه جديده، فبتجه للسينما للتمثيل. وساعات بزهق من الاستوديو والتمثيل فبتجه للغنى، فده يعني مليين عليا حياتي. كويس ان هما اتنين. والا كنت زهقت من عرفت تروحي تعملي ايه. ايوه بتزهقي من حاجه بتروحي واضح جدا في حياتك الغنائيه ان في مرحلتين متميزتين تماما يعني. المرحله الاولانيه مرحله البنت الدلوعه، سنة 16 المراهقه اللي بتخلي صوتها اخر شقاوه واخر دلع. وده لون نجحت فيه جدا. والمفاجاه صوت الشابه الناضجه اللي بتتكلم على الحب بمنتهى الثبات والنضج، وتخلي القلب يدق وكذا وكذا، واخد بالك؟ مش يدق بطريقه الدلع الاولانيه، لا يدق حقيقي. تقدري تقولي لي انت حقيقي مين في دول، ولا هل ده تطور طبيعي؟ ده تطور طبيعي مع سني يعني. في الاول كنت صغيره وبتنطط وبتاع، شخصيتي كانت كده. ما انت لسه بتتنطط. لا مش فين زمان. وبعدين دلوقتي تجارب الحياه والحاجات دي، زي تمثيلي، هل تمثيلي زي الاول؟ ادواري زي الاول؟ بيحصل تطور مع الزمن مع الوقت، ولازم يحصل تطور.
ايوه. طيب مين اول من اكتشف اللون الاولاني وكانت اول اغنيه ايه، ومين اللي اكتشفك في اللون الثاني وكانت اول اغنيه ايه؟ اللي اكتشفني في اللون الاولاني منير مراد في 1-2. واحد اتنين. انا وياك يا حبيبي. ايوه مشكله. سنه وسنتين وبتاع. اللون الثاني بليغ حمدي في اغنيه اسمران اللون. كان فعلا تطور جدا. وبعد ما توقفت بقولك 3 سنين، لا ولا غنيت ولا عملت ولا في المسرح، ما لقيتش حاجه كتير. توقفت 3 سنين عن الاذاعه ولا 3 سنين عن الحفلات؟ عن الحفلات. عن الحفلات. والاذاعه ما كنتش بهدني كتير. انما في فتره الثلاث سنين توقف كنت بتعمل اغاني من نوع هو ما عملتش الدلع ولا التاني؟ لا ما عملتش. ما فيش 3 سنين متوقفه عن الحياه الفنيه خالص. ما عدا السينما. ما عدا السينما. متوقفه عن الغناء خالص. طب ده عارفه، ده انا متصور يعني ان دي فتره البحث عن الحقيقه يعني. بالظبط. يعني كنت خلاص مليت اللون القديم او حسيت انه ما بيعبرش عنك تماما. بكرر نفسي باستمرار يعني. بالظبط. وعاوزه تشوف اللون الجديد لغايه ما لقيتيه. فضل البلف اللي بليغ حمدي. طب ايه اديني فكره عن خصائص منير مراد وخصائص بليغ حمدي اللي هم كل واحد منهم قد مرحله في حياتك. يعني منير مراد يعني خدمني في مرحله اللي هي الاغاني الخفيفه. هو روحه مريحه فبيحط روحه في الاغاني الخفيفه دي حقيقي. فده فادني كتير قوي. بليغ حمدي كله عاطفه واحساس وتلاقي اكتر اغاني حزينه يعني فيها حزن فيها مش عارفه ايه. فيها الشجن. الشجن. وانا ما كنتش بغني اللون ده، كنت بغني الشقاوه والحاجات دي. فده اللي اضاف لصوتي. اول اغنيه شهرتك هي 1-2؟ 1-2. وقبل كده وقبل كنت ما لسه كنت عملت كام فيلم بس يعني. فيلم قبل الاغاني دي؟ ما عملت اغاني بس يعني ما انتشرتش قوي. ما انتشرتش قوي. انما اول واحده ضربت دي فيلم القلب معاك ثانيه بثانيه. مش القلب معاك. بتاعت منير 1-2. 1-2. طب استنى بقى القلب. انا ما اعرفش عندك ارقام كتير. 1-2 و5 6 30 حاجات كده يعني. طيب هل انت كنت بتتعمدي تدلعي شويه في طريقه الاداء عشان يتناسب مع الاغنيه؟ انا عمري ما بتعمد وانا بشتغل في اي حاجه. انا اللي بحس بيه بقوله. يعني مثلا اذا كانت شخصيه افهمها اعيش فيها ادي من احساسي، انما اني مثلا امثلها لا. في الاغاني كمان كده يعني، وانا بنطق الكلمه بحس بيها. طيب اللون الثاني بقى، هل انت بقيتي سعيده بيه يعني وانت بتقوليه؟ كنت خايفه منه على اعتبار ان الجمهور تعود انه يشوفك في لون معين في الاول يعني؟ ما اعرفش. لا انا كنت سعيده بيه جدا. كنت فرحانه اني بقول حاجه جديده يعني لون جديد بقوله. حتى لدرجه ناس لما بقوا يسمعوا اسمران اللون يقولوا مين صوت، مين دي صوت جديد، مين دي؟ كده فده بسطني ان انا جايه لهم بلون جديد، مش على طول يقولوا شاديه برضه. وظهر فيه النضج وانصهر كده انصهار غريب في عمليه الحب يعني. طب قولي اي الفصول احب اليك؟ ما اعرفش يعني. انت ساكنه هنا قدام جنينه الحيوانات ووراك النيل وكذا وكذا، والتراب صعب انه يوصل لك. لا بيوصل من الجبل، جبل الجيوش. انا بحب الخريف. ليه؟ ما اعرفش. واحب الشتاء اكتر من الصيف، احب المطر. ما احبش الحر. شاعريه انت خالص. ما اعرفش ده كده. المطر بيعمل كده. احب اشوف المطر وهو نازل على الشجر وبيغسله.
يعني يبقى الشجر لونه اخضر حلو حتى ريحته بتبقى حلوه. لذيذ قوي المنظر ده قدام جنينه الحيوانات. بص تلاقي صحيح وفي الطيور البيضة دي ابو اردان وماليه الشجر الاخضر بيبقى وهم بيبقوا فرحانين بالمطر. لكن المطر بيديلك احساس بالسعاده ولا بشيء من الحزن؟ والله ما اعرفش يعني حسب حالتي يعني حسب حالتي النفسيه. لما ببقى سعيده بيديني سعاده لما ببقى مقبوضه متضايقه يعني بيديني حزن. يعني مثلا ساعات يتهيألك انك زي الطفله الصغيره وعاوزه تروحي تعبانه في المطر انا اطلع ايدي من البلكونه واطلع وامسك المطر وساعات مثلا يديلك جو من الاسى والحزن والوحده وحده ملل. التلج شفت التلج في اوروبا؟ شفته في لبنان في الجبل. اما سافرت اما اكثر من سافرت كان بيبقى في الصيف فحقيقي عجبني جدا جدا. الدنيا كلها بيضة كده وبتاع لكن ما شفتيش التلج بيتساقط مثلا في اوروبا في الشتاء بتاع بيدي منظر حزين قوي. لا ما شفت. طيب الخريف بقى بتحبيه ليه؟ ما فهمتش يعني فهمت الشتاء والمطر وال يعني احب دخول الشتاء احب ما احبش دخول الصيف احب اودع الشتاء يعني الصيف ده ما تقوش ابدا. انت عصبيه شويه؟ لا مش شويه كتير. فطبعا الحر انت محتاجه الى جو لطيف يعني بالزبط. هو عشان كده الخريف جو لطيف جدا وهو الخريف في بلادنا هو اجمل من الربيع بالزبط. لانه الحقيقه بيبقى واضح يعني ازاي الربيع يمكن في اوروبا انما بالنسبه لنا احنا بيتنقل مره واحده من البرد للحر والتراب. افهم من كده ان انا استنى لما يجي الخريف واجي استني لا انا اللي اجي لك بقى تتساقط اوراقي انا. لا ما تخافش. نسمع بقى المرحله الثانيه بتاعت اسمراني الليل وقولوا العين الشمس يعني عملي الحقيقه بليغ فتره. هو بليغ كان رائع في الاغاني دي بالذات يعني حتى بالنسبه لنفسه بالنسبة انا بعتقد ان دول مرحله بالنسبه لي يعني استعمالات الكورال مش بيرددوا من ترديد طبيعي ورا المطرب زي لا بيكملوا بعض بيكملوا بعض ليهم دور كبير في وده الاصول وده بعدين صوت الجاي منين وكده وحاجات من كمان ليكي اغنيه ظريفه قوي يعني هي بتدي لهم تعبيري انا يا روحي انا يا روحي انا بحبها قوي جايه من فوق قوي يعني الدنيا جايه من فوق السحاب كده هو اللحن كده حقيقي يعني بتنجحي جدا في اغاني التعبير يعني وكده. ما بقول لك انا اعبر عن الكلمه اللي بقولها احسها واقولها يعني ما يهمنيش يقولوا يعني اضطربتني قوي مثلا او اضطربت تقيله ومكه بالوحده وما اعرفش ايه لا احب قوي احس الحاجه واقولها. تقريبا انت غنيتي لحد لكل الملحنين تقريبا مش كده؟ يعني غير منير مراد وبليغ اكثر الملحنين عبد الوهاب لحنت حاجه؟ لحن واحد بس اللي هو بحبك احبك وضحي بحبك يا عز الحبايب ده كان في فيلم طب ليه السبب؟ لا يعني ايه ما تعرفيش؟ والله ما اعرف يعني انا كل له كلمات مش قدمت له كلمات عشان يلحنها لك؟ وبعدين راحت ما فيش. طب تفتكري انت ايه؟ انا نفسي يعني بساله هو ليه ما بيلحن قالك ايه لا بساله في دلوقتي بس ما اقدرش يعني هو عايز يلحن هيلحن ما اقدرش انت تحليلك ايه لازم ليك راي يعني ليك تحليل لهذا الموقف ما اعرفش يمكن صوتي مش عاجبه انا بقول كده لا يعني غريب صحيح يعني هو ما خلاش حد ما لحنوش طب مين هو الملحن اللي يمكن اي مطربه تقول انه ابرع من غيره اللي بيعمل ايه يعني اتنين لحنوا لك مثلا تقولي ان ده ابرع من ده لان ده عمل ايه الملحن الكويس اللي بيحس بالكلمه ويلحنها كويس اللي بيحس بالكلمه لا لازم وبيعبر عنها بيعبر عنها بيترجم يعني لازم يحسها يعني مش مثلا عندي نغمه حلوه وبعدين يجي الكلام ويروح مركبها طيب. لا هو بالذات انا عاوز اقف عند الحته دي لانه احنا دلوقتي كتير قوي بنبص نلاقي موقف شجن وحزن وبيعبر عنه باسلوب راقص في اللحن يعني حتى الملحنين الكبار ما غلط حتى بليغ وزادت تبص تلاقي انا في موقف حزين وماشي الوحيد ما اعرفش ايه والهواء بيروح داخل لك الاورج واللحن راقص واخد بالك طب ايه؟ ما اعرفش ده غلط دي ظاهره يعني كلهم بقوا يعملوا الحكايه دي هل لانه الترقيص عمليه مطلوبه بالنسبه لل يقول لك مشخلحها شويه الشعوب العربيه بتحب الايقاعات الراقصه وكده يجوز بيتاثروا كده طب ليه مع ان الاغاني التعبيريه حتى اللي ما فيهاش ايقاعات احيانا راقصه ولا فيها ده بالعكس مش موجوده عندنا دلوقتي اللي انت بتقول عليه ده فده ابتدى يعني هو يعني مولد لحن اشبه بمولد قصه هو ميلاد لحظه ميلاد بكل ما فيها يعني هل ممكن تفتكري لنا صورة لمولد لحن لا زالت علقة في ذهنك مثلا؟ الحقيقة يعني في صور كتيرة قوي ان انا ما اعرفش اللي متأثرة فيا وما انساهاش لغاية دلوقتي
أغنية لم والكراريس الدرس انتهى، ده بتاع حكاية البلد اللي حصلت فيها المدرسة، بحر البلد، ضرب بحر البلد، التلامذة اللي ماتوا الـ30 دول، الأطفال اللي ماتوا دول. حقيقي كنت متأثرة وكنت بعيط، لقيت صلاح جاهين بيكلمني يقول لي شادي أنا عملت كلام حلو قوي، قلت له حسيت ازاي ان انا حاسة وبعيط للعيال دول، قال لي عندي سيد مكودي لحن، كانت الساعة 8 بالليل نزلت رحت له حقيقي، وكان ملحنة كمان اسمه ايه دوت سيد مكاوي، قعدنا ليلتها احفظها واحفظها وقلبي كان بيتقطع. تاني يوم كنا في الاستوديو بنسجلها، طبعا التسجيل اتعاد كذا مرة لان كان صوتي بيتخنق، يعني بتعيطي فعلا. قال لك ما تلاقي اطفال ماتوا وبتاع، يعني دي حاجة وحشية وحشية فظيعة. لو بعدين الحتة اللي بقت تخلي شعر راسنا يقف لما بقت تقول ايه درس عبارة، يعني دي كان فيها تصميم، وانت عارف الانسان اللي يبقى غضبان ومصمم على حاجة اعبره بقى اهو كده، عشان كده طبعا انا متصور شعورك لما عبرنا. يا سلام اسعد ايام والله بلا شك، يعني الواحد فرحان، يعني تلاقي في سعادة في حياته دلوقتي. الساعة دي يعني باستمرار بتنبهني بتنبهني تقولي خلص، بتقولي ده مش مخلص يلا ما ممكن يكون موضوع قصة، يعني موضوع أغنية ظريفة، يعني لو في كاتب لطيف ومذيع قاعد يقول ومطربة ما مش عارف هي منسجمة وعاوزة تقعد ولا عاوزة تخلص بقى وتنقلت والساعة بتبقى وتقول طب ليه احنا الحقيقه ما ليه ما بتعمليش موضوعات غنائيه، يعني كاتب انا فهمت موضوع صغير قوي، فهمتك لما قلت لي فكره موقف قصه صغيره في كلمتين. للاسف ده ما فيش عندنا، تلاقي كلام وعمول متوضب وبتاع، يعني فكره موقف ممكن تتعمل زي ما فكرنا الاغاني الاجنبيه بالظبط 60. طب خدوا منهم حتى يعني الفكره تجيلكم منهم والله يبقى ظريف، يعني مع ان احنا من زمان قوي بدانا الاغاني اللي فيها قصه وموقف، يعني دخلت مره في جنينه بتاعت اثنين عشان مرات الظهور واثنين وطارت ما سالتش فيه وخلفت له العذاب ومسكين يا روحي علي قصه كامله وايها الراكضين تحت حتى للميتين كانوا عاملين، يعني والله كان في جرأة، يعني ما اعرفش دلوقتي ما فيش فكرة، ما تلاقيش فكرة جديدة، ما تلاقيش يعني كله عاطفة قاعدة تعبر عن نفسها من غير ما تاخد موقف معين، يعني مش مواقف الا في السينما بس. في السينما مدام شادية اتكلمتي عن الحب بحماس قوي. ايوه عشان بحب الحب هو في احلى من الحب؟ مش عارف بسألك فيه. انا متهيألي يعني الواحد طول ما هو بيحب بيبقى عايش، انما ما فيش اي عاطفة ما يبقاش انسان، ما يبقاش بني ادم. هل بتعجبك اكتر الاغاني العاطفية وعشان كده لما بتغني اغاني عاطفية بتندمج فيها اكتر؟ طبعا العاطفية بتعجبني اكتر. كل الناس كده يعني. كل الناس اعتقد كل الناس بتحب يعني واللي ما بيحبش يا رب يحب عشان يعرف معنى الدنيا. ده لذيذ قوي. طب ده اجمل حقيقي بقى، انا ده من اجمل الكلام اللي سمعته يعني اللي يعني عارفه الشاعر اللي قال مش عارف ايه، من لم يحب لم يؤدي لشباب ما وجب، واللي يقول لك من لم يحب يبقى مش عارف ايه كانه زي الحيوان، انما اجمل ما قيل انه اللي ما حبش يا رب يحب. طب ده دليل على انك انت طيبه جدا وقلبك بيحب فعلا. بالمناسبه نحط ايه اغنيه حب بتخلي الواحد يحلق وكده؟ في اغاني حب كتير قوي يعني، بس برضه انا في غنى تعجبني اخر ليله. اخر ليله
مين المطرب اللي تحب تسمعيه؟ أنا مطربك المفضل يعني. انا لغايه دلوقتي بصراحه احب عبد الوهاب القديم حقيقي. ما اعرفش بيطربني صوته وفي احساس احبه قوي. انديل محمد انديل. محمد انديل اه تحس ان صوته ابن البلد. يعني تحس كده والواحد يحب ابن بلد. تحس فعلا ابن بلد. احب محمد رشدي تحس انه فلاح ماسك الفاس وبيشتغل في الغيط. يعني في حاجات تعجبني. عبد الحليم. عبد الحليم في الاغاني العاطفيه. ده عبد الحليم في اغاني العاطفيه. طب هو ليه اغاني غير عاطفيه؟ الاغاني الوطنيه يعني. لا مش لا في اغاني بتاع افلام مثلا. اغاني الافلام بتاع بيبقى حسب الموقف يعني. انما الاغاني العاطفيه بتبقى حلوه. طب عبد الوهاب اغنيه ايه اللي بتحب تسمعيها من الاغاني القديمه؟ مريت على بيت الحبايب. جميله قوي. هل انت مريت على بيت الحبايب؟ كتير. فريد الاطرش. فريد مطرب عربي. لا تقول عليه عربي. يطربك يعني بالافلام بتاعته وبالبتاع دي. بعض اغاني القديمه حلوه بتاعته بتاعت الافلام يعني. يعني الاغاني القديمه زي ايه؟ مش قديمه قوي يعني. يعني احب بتاع همسه حائره. مش همسه اول همسه. اول همسه والربيع. دول ما يتنسوش ابدا. الاغاني الطويله بتاعته. طب هو والاغاني الرفيعه بتاعت الاغاني الخفيفه ما هو لونين. في غنوه كان عملها في فيلم معاك احبها لغايه النهارده اسمها مخاصمك يا قلبي. حقيقي كان لون جديد وحلو قوي. ما حصلش صلح بينك وبين قلبك لسه؟ والله ساعات ساعات حسب الحاله. مسكين القلب ده اللي بيتعرض. الواحد بيزهق من قلبه ده اللي كفايه بقى. انا فاكر انك عملتي اغنيه فيها الايقاعات السودانيه. اللي هي ايه؟ يا حبيبي اقعد لي تاني. يا حبيبي. دي حفظتها فيهم قبل ما اسافر السودان. كانت بمناسبه ايه؟ عشان مسافر السودان. فعملتيها للسودان. طبعا فرحوا بيها قوي. قوي قوي. طب بقول لك على حاجه، ليه اللون ده ما حاولتيش تعمليه لكل البلاد العربيه؟ يعني في البلاد العربيه المختلفه في ثروه من الالحان. جميله جدا. ولو امكن انه مطربه ذات صوت زيك وذات احساس زيك انها تؤدي الاغاني بتاعت البلاد العربيه كان ممكن يبقى شيء لطيف جدا. ليه ما عملتيش كده في اغاني من منطقه الخليج، في اغاني في المغرب، في اغاني في الجزائر، في اخيرا عملت اغنيه للكويت يعني. ملحنه كويتيه. اصل يهمني ايه؟ مش ملحن مصري ياخد اللون ده ويلحنه لي. يهمني الملحن يبقى من نفس البلد. طب وماله؟ ما احنا عاوزين كده. طب ليه ليه ما يعني ما جاتش فرصه؟ الفرصه جت في واحده اسمها ليلى عبد العزيز ملحنه. ملحنه كويتيه. اول ملحنه اسمعها. بالظبط. عمري ما شفت واحده ملحنه ابدا. وصغيره يعني لطيفه جدا. فانا قلت لها هسمع اللحن، لو عجبني هقول، ما عجبنيش هقول لك على طول، هي عجبني يعني. وسجلناه هنا بايقاع كويتي وبتاع. فحلو. اغنية السودان ده منير مراد اللي عملها لي. انت اللون السوداني ده معروف. مفيش ولا اغاني من تونس ولا من المغرب ولا حاجه. ولا زرت البلاد دي؟ لا. طب انت مش رحت المغرب. رحت المغرب. انت نسيها يعني. معلش. طب ايه البلد اللي تحبي من بلاد العالم اللي تحبي تزوريها؟ بلاد كتيره قوي. بس اللي اهم عندي اليابان. لان انا رحت اليابان فعجبتني جدا جدا جدا. شعبها عجبني جدا وعاداتهم وتقاليدهم وحريتهم وشغلهم عملهم. يعني ناس ما شفتش زيهم حقيقي. طب ايه رايك في الفنانه كزوجه؟ هل هي زوجه ناجحه؟ صراحه لا لا ولا يمكن تكون ناجحه. لا يمكن. بس في زوجات فنانات لا بيبقى حظ يعني 1%. انما الاغلبيه لا. ايه السبب؟ السبب الشغل بتاعنا بياخد وقتنا كتير، بياخد اعصابنا، مش ممكن تبقى زوجه كامله يعني. طب ما هي نفس المرأة العاملة نفس الشيء اللي بتشتغل في أي ميدان. العاملة دي بيبقى في يعني حياتها روتينية، بتنزل الصبح وبتيجي بترتب حياتها على كده. إنما أنا ما أقدرش أرتب حياتي. أنا ساعات أشتغل الصبح، ساعات أشتغل من الظهر لنص الليل. مفيش ترتيب في حياتي. مفيش، ما أقدرش. يعني لا يمكن تبقى زوجة مثالية أو أقرب ما تكون إلى المثالية. لا يتنازل يعني. جوزها اللي متجوزها يبقى عارف يتنازل عن حاجات. إنما اللي ما بيتنازلش ده ما بيستمرش. طب إذا طب أحسن للفنانة إنها تتجوز فنان ولا تتجوز غير فنان؟ مش شرط ده. المهم تتجوز واحد يكون بتحبها وبتحبه ويحترموا بعض. ده أهم حاجة. إنما فنان مش فنان، دكتور مش مهم. بتتكلمي لغات ايه مدام شادي؟ بتكلم شويه انجليزي وعربي وتركي. بتكلمي تركي كويس؟ كويس. عشان ماما تركيه. وعلمتك ال ده ماما مثلا مش بقالها كام سنه في مصر هنا. جبتني هنا بتاع. واخواتي ما تعرفش عربي غير دلوقتي مكسر. يا خبر. في العين. فبتكلم معاها تركي.
لكن لغة موسيقية اللغة التركية يعني ها؟ وهي لو بتتنطق حلو بتبقى في ناس ينطقوها يعني، يعني لو الأرمن قالوها يتكلموها بتبقاش حلو. ممكن تقولي لي معاني أي أغنية بالتركي تقوليها بالتركي يعني، يعني كلمات أغنية بالتركي بتقول إيه؟ أي أغنية تركية؟ بس عاوز أسمع إيقاع اللغة التركية. ميدلريم هب كرلد يا ريم أرطق جلميلك، يعني هي كل امالي تحطمت حبيبي خلاص مش جاي. امالي جميعا تحطمت. حاجة مؤثرة. ما نقدرش نسمع حتة منها؟ معلش انا قلت لك انت لقيت اليوم اللي صوتي فيه تعبان. وانت عارف الاغاني التركي بتبقى طبقة عالية، بيبقى صوت مش زي الاغاني بتاعتنا. طب هقولك على حاجة، دلوقتي انت عارف بياخدوا الاغاني بتاعتنا بيترجموها. صحيح. والمزيكا زي ايه؟ يعني في اغاني لعبد العزيز محمود، منديل الحلو مثلا، مش في اغاني كتيره قوي بتاعتنا بياخدوها ويترجموها. انا لقيت غنوه بتاعتي انا مش فاكره اسمها، اقول يا رب انا سمعت اللحن ده فين، بالمزيكا بالكلام. حاجه غريبه. انا برضو في مره سمعت اغنيه ايراني نسخه طقل اصلا من حبيبه امها. طيب شوف يا اخواتي بحبها وما اعرفش ايه ده بالايراني. طب ده انتصار على اي حال يعني. طبعا. مش كده؟ طب انا بقترح عليكي على حاجه، ان احنا نسمع اغنيه انجليزي ماشي، عاوزه طبقه عاليه. اقول لك حته صغيره بس والله صوته يعني. انا اللي بحبها قوي اللي هي جوني جيتار. اوعى تضحك عليا. بلاي ذا جيتار بلاي ات اجين ماي جوني بيبي يور كولد بات يور سو وورم انسايد. من الاشياء الجميله جدا انه مطربه مقتدره تغني من جديد لمطرب كبير مثلا لسيد درويش، زي مثلا فيروز لما غنت، زي سعاد محمد برضو غنت، فايزه غنت قالوا لي هاني الود. بتبقى ظريفه قوي الحكايه دي. ليه ما حاولتيش انت التجربه دي، تاخدي اغنيه من التراث؟ برضه الساعة تاني بتفكرني ان فات نص ساعة تاني ولا حسينا بيه؟ نص ساعة ولا ساعتين؟ لا من ساعة ما ضربت المرة اللي فاتت نص ساعة بس ما حسيناش بيه. ما حسيناش لا ابدا. ايوه فكرت انا فيها قوي الحاجات، خصوصا اغاني عبد الوهاب القديمة يعني كروان حيران مش عارفة، كنت انا اقولها وانا صغيرة كده ساعات بتيجي بس ما عرفتهاش الحقيقة الفكرة دي يعني. ده ظريفة وجديدة. جديدة وحلوة بتبقى. وبتوزيع موسيقي جديد وكده. الصوت ونفس اللحن الميلودي اللي بتاعه اللي موجود ويتقال. تبقى ظريفة. تبقى حلوة قوي. طب لو عرضت عليك الفكرة تفتكري أغنية إيه؟ تفكري أولاً تغني لمين وتغني له؟ هو عبد الوهاب. تغني له عبد الوهاب. رغم إنه ما لحنلكيش إلا واحدة. معلش. طب تغني له إيه؟ بعد ما مريت على بيت الحبايب؟ مريت على بيت الحبايب دي أول حاجة أفكر فيها طبعاً. من اجمل اغانيكي اغنيه اتعودت عليك. حلوه قوي. ازاي الاغنيه دي؟ مين ملحنها؟ خالد الامير. خالد الامير. مع انه ملحن جديد. جديد لكن نجح قوي في الاغنيه دي. وفي ولون جديد يعني. انا عجبني لون جديد. وبعدين هو الحقيقه جت فرصه، كان عندي جالي استاذ احمد رجب ومراته. فقالوا لي في ملحن كويس خالد، قلت له انا سمعت له لحن كان عامله لها حلو قوي بتاع. فجم عندي هنا. وقعدنا سمعنا الغنوة، الحقيقة حبيتها أول ما سمعتها. على طول سجلتها في الريكوردر وحفظتها. بتقول إيه؟ تعودت عليك يا حبيبي، تعودت عليك، وبقيت ملك إيديك يا حبيبي، بقيت ملك إيديك. اتعودت إيه؟ اتعودت الحنان وشعوري بالأمان، ما هو الحب الواحد بيتعود الحنان وشعوري بالأمان. مش شايفة إنه من أسباب نجاح الأغنية وجمالها انه برضو كلماتها بسيطة وفيها تعودت عليك. الواحد بيقولها تعودت عليك يا حبيبي. اللي هي امر واقعي جدا وبسيط جدا وجميل جدا. لازم يبقى بسيط يعني، المعنى كبير بس يقول يتقال ببساطة. طيب انا شاكر جدا يا مدام. انا اللي متشكرة قوي قوي. احييكي واتمنى لك كل توفيق وكل صحة وكل سعادة. الله يخليك. اتعودت عليك يا حبيبي، اتعودت عليك، وبيت من ايديك يا حبيبي، بيت من ايديك، اتعودت الحنان وشعوري بالامان، اتعودت الحنان وشعوري بالامان، اتعودت الحنان وشعوري بالامان.
اتعودت عليك.